15 يونيو هو عيد ميلاد محمد صلاح، وبما إن صلاح مش لاعب عادي وأصغر تفصيلة بيعملها بتكون حاجة كبيرة قوي عند الناس، فأكيد يوم ميلاده عند كل اللي بيحبوه هيكون مش عادي. صلاح لما بيكتب بوست أو بينزل صورة بتكون ترند في ساعتها، ومتابعينه مش بس ناس عادية لكن كمان من النجوم والفنانين اللي بيتابعوا كل جديد بينزله، لقوا كمان بيقلدوه، ولما بيشوفوه في مكان بينسوا نجوميتهم قدامه وبيجروا يتصوروا معاه. ستايل محمد صلاح ولبسه كمان بقوا ترند، وأول ما بيلبس حاجة بنصحى الصبح نلاقيها مالية الشوارع، لكن المهم في الموضوع إنها زي بتاعت صلاح. ده حتى تشميرة المايو ما سابوهاش في حالها. صور صلاح في أجازته الأخيرة ما كانش ينفع تعدي عادي كده، فنشرتها وسائل إعلام محلية وأجنبية واتكلم عنها العالم كله، وواضح إن أبو صلاح رزقه مش واسع بس في الجوان، لا ده في السمك كمان. حب الناس لصلاح خلى صوره بقت في كل مكان، فوانيس ماشي، زينة رمضان ماشي، ومخدات وتيشيرتات، وكمان على الحيطان. يا ترى هنشوف صورك على ايه تاني يا صلاح؟ في السنين الأخيرة زاد عدد المتابعين العرب لصفحات ليفربول بالملايين بسبب محمد صلاح، وده اللي خلاهم يجيبوا أدمن لصفحاتهم على السوشيال ميديا تقريبا كده من شبرا. صلاح بيحب بلده بجد مش مجرد كلام، وده باين في المشاريع اللي بيعملها لأهل بلده، وكمان في حملات التوعية اللي بتستهدف الشباب. محمد صلاح زي ما هو نجم جوه الملعب هو كمان نجم بره الملعب. يا بخت اللي ابن بلده فخر العرب. كل سنة وانت طيب يا ابو صلاح.